دايما موفقين يا رب. يا رب. كابتن خليني ابتدي معاك، يعني انت طبعا يعني اكبر اللاعبين هنا الموجودين والمشوار كان طويل وصعب، ابتدينا بالكاس الاول وفزنا بيه، بس دي ما كانتش الازمه، احنا خدنا الكاس قبل كده كتير، كانت الازمه في الدوري. يعني اديني المشوار بسرعه كده عشان حتى الساده المشاهدين يبقوا معانا، ايه المشوار وايه التحدي اللي كان موجود معانا السنه دي؟ احنا كان عندنا هدف من اول السنه ان احنا مش عايزين نخسر اي بطوله احنا داخلينها، بنفكر في ان احنا ناخد اي بطوله احنا داخلينها ايا كانت ايه هي، حتى لو خدناها قبل كده او حتى ما خدناهاش قبل كده. فكان بدايتها كانت مع الكاس، كنا احنا برده مركزين فيه جدا، الحمد لله فوزنا بيه وكنا هنا مع حضرتك برده. وكان الهدف بتاعنا والتارجت بتاعنا الاساسي ان احنا نكسب الدوري اللي هو بقاله 20 سنه غايب عن النادي. نعم. فده كان هدف صعب قوي، وخصوصا ان احنا واجهتنا ظروف كبيره جدا، نعمنا بعد الكاس مثلا 4 شهور ما فيش ماتشات، مفيش بطولات، مفيش اي حاجه، فكان الموضوع برده في نوع من الروتين شويه، في ملل، في حاجه. فكان برده كان عندنا هدف ان احنا نفضل مستمرين نتمرن ونيجي على نفسنا لغايه ما رحنا دخلنا الدوري. كان عندنا من اول الدوري ان احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش، حتى لو كان ماتش ملوش اي، وده حصل الحمد لله يعني الدوري بدون هزيمه بالظبط، ودي كانت يعني صعبه جدا جدا. كانت صعبه قوي. قول لي بسرعه كده المشوار كان ماشي ازاي يا كابتن، يعني بداتوا الاول بمين، لعبتوا مين، عملتوا مين، يعني انا عايز برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا في الفرق حتى اللي كنا بنلعبها. احنا لعبنا كل الانديه، لعبنا دوري من دور واحد كده في الاول، كان معانا مين مثلا في دوري دور واحد؟ كان معانا هليوبتوس، كان معانا جزيره، كان معانا شمس، كان معانا سبورتنج، كان معانا الزمالك، كان معانا المعادي، كان في فرق. كانوا كام بقى دور واحد في الاول؟ كان كام فرقه؟ 10 فرق. 10 في لعبنا رايح بس دور واحد. دور واحد. 9 مباريات مثلا. بالظبط. صعب منهم كام فريق؟ 4 فرق. 4 فرق. بالظبط. اهلي، جزيره، هليوبلس. بالظبط. شمس. وشمس. الاربع فرق دول لعبتوا رايح جاي ولا لعبتوا ايه؟ لا لعبنا 3 بلاي اوف. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الدوري الحمد لله من تاني بلاي اوف. احنا حسمنا الدوري من تاني بلاي اوف، حتى كان في بعديها 3 ماتشات. احنا برضو كنا مركزين ان احنا مش عايزين نخسر. يعني كان الهدف حتى بعد ما حسمنا الدوري، بعد ما حسمنا الدوري. طب مباراه الحسم كانت مع مين؟ مش مباراه النهائيه في الدوري، الحسم كانت مع نادي الشمس. نادي الشمس كسبنا خدنا الدوري. بالظبط. رحنا بقى على ال3 مباريات الفاضلين في البلاي اوف. بالظبط. كان في كان اللي فاضل فيهم مين؟ ما هو كان جزيرة، نفس الفرق، جزيرة وليوبلس وشمس. بالظبط. وكسبنا الثلاثه برضو برغم ان هم كانوا تحصيل حاصل. كسبنا كل البلاي اوف، يعني ما خسرناش ولا ماتش في البلاي اوف. 3 بلاي اوف، 9 ماتشات كسبناهم، 9 ماتشات. الله اكبر. ناخدين العلامه الكامله يعني زي ما بيقولوا. وانت فرود الفريق، انت ضربت ضرب يعني ايه بقى يعني انت وكريم يعني الفراوده بتضربوا ضرب مبرح. يعني انا كنت حابب العب ووتر بولو زمان، بس العنف والضرب ده والشد، انا ما قلت يا عم انا مؤلم فعلا. مؤلم. الله يكون في عونكم. الف مبروك. احنا برضه ما بنسكتش يعني. لا انا عارف رجاله تقول لي. خليني اروح لك يا علي، يعني يمكن انت محظوظ شويه، يمكن غير محمود. محمود كان مع الفريق الاول، انتوا لعبتوا يعني يمكن بطولتين في التوقف ال4 شهور ما بين الكاس والدوري. لعبتوا بطوله 2000، انت بالنسبه لك لعبت بطوله 2003 و2000. بالظبط. البطولتين دول فرقوا معاكوا، هل في مجموعه كبيره منكم لعبت الدوريات دي وكانت مع الدرجه الاولى، وعددهم كام؟ يعني احنا في 2003 4 لعيبه بيلعبوا مع الدرجه الاولى. ومعانا طبعا كريم ابو داوود من 2004. من 2004. وفي 2000 برضه يعني يعتبر الفرقه كلها اللي بتلعب في الدرجه الاولى. يعني اعتماد الفريق الاول على اغلبه على الصغيرين. 2000 و2003 و2004. طبعا. والثلاثه خدناهم. الحمد لله. 2000 و2003 و2004. الحمد لله. يمكن كريم لعبهم 3 عشان سنه وانت لعبت 2 منهم. بالظبط. طيب الدرجه الاولى متوسط اعمارها كده عشان برضه نوضح للساده المشاهدين، محمود يمكن فاهم كلامي. متوسط اعمارها هل احنا بالنسبه مقارنه بالثلاث فرق التانيين اللي هم دلوقتي كويسين، جزيره، سبورتنج اللي دايما كويسين، ومعهم الشمس، متوسط الاعمار انت شايفه ازاي؟ احنا لا يعني هم ممكن الاعمار، احنا الثلاث فرق قريبين من بعض، ممكن هليوبلس الاعمار اكبر شويه، اكبر وفي اصغر عناصر مميزه، واحنا برضو لا يعني الاعتماد الصغيرين يعني الاساس للصغيرين، والكبار طبعا يعني بالاساس. بس خليني اقول لك انه يعني فوزك ب 2000 و2003 و2004 ده يديك انديكيشن ان انت عندك 3 4 سنين تراكم في السن ده. يعني ده برضو يدي لك بلغه ويدي دافع ان احنا نحافظ على بالظبط على يعني الكبار. الحمد لله احنا ابطال واللي جاي كمان احنا فيه ابطال. فاحنا مش قلقانين، الموضوع موضوع شغل. طيب اصعب مرحله في الدوري الفتره دي من اول ما بدانا الكاس لغايه نهايه بصفاره النهايه ونشيل دوري الدرجه الاولى، كان اصعب فتره دي ايه؟ اصعب فتره في اللي انتوا قضيتوها دي إيه؟ لا طبعا دوري عمومي، دوري عمومي احنا ده هدفنا اصلا من السيزون، من بدايه السيزون كسبنا الكاس الحمد لله، وكسبنا 2003 و4 و2000، لكن احنا الكاس ده هو يعني شغلنا كله الدوري. الحمد لله الدوري. اساسا
ده كان يعني اصعب حاجه واكتر حاجه انتوا كنتوا ميتين عليها زي ما بيقولوا عشان من 20 سنه ما خدناهوش. طيب اقرب التاني خد مين في الدوري؟ مين اللي كان في التاني في الدوري؟ الجزيره. وهي فعلا يعني خلينا نقول يعني هي فعلا كانت المنافسه الحقيقي لينا ولا طبعا هي الجزيره؟ هم اصحاب البطوله السنه اللي فاتت وماتشنا معاهم في الدور الثاني في النادي عندنا كان هو يعني كان ماتش صعب جدا، لكن الحمد لله قدرنا بوجود الجماهير طبعا كان صراحه كان جو جديد يعني جماهير او بقالنا كتير ما شفناهوش في الوتر فول. انا عايز اقول لك انه حتى على السوشيال ميديا صفحات الاهلي وبتاع انتوا فرحين بده؟ طبعا يعني يعني انا الصراحه انا متابع لا اول مره الاقي ان لا الوتر فول يا جماعه وكله وفي ماتش بقى الحسم مع الشمس كان في بقى على يعني على البوستات ايوه فعلا تعالوا يا جماعه ماتش الحسم. طب اسالك سؤال، الجمهور اللي حضر انت ادرى بقى انت في الميه وشايف الجمهور اللي حضر جمهور يعني اولياء امور زي ما كان قبل كده بيبقى موجود ولا جمهور جمهور؟ لا جمهور 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 كبير قوي يعني جمهور وكل حاجه كله جاي عشان كده يعني بعد خوف حتى يعني احنا كنا مش متعودين على حاجه زي كده وكان حاجه مخوفه حتى القسم اللي قدامنا ده كانت حاجه جديده عليهم اصلا ان هم يقابلوا الاهلي بالجماهير دي اول مره يشوفوه في الملاعب كره الميه بالذات مش عارف جمهور الاهلي يا باشا جمهور الاهلي مفيش كلام وراكبه في اي حته واثر معانا جدا في ماتش الجزيره كان يعني كان سبب ان احنا بيه واداكوا حماس طبعا تقول ايه للجمهور؟ لا يعني احب اشكرهم وان شاء الله يعني يعني الفترات اللي جايه نحاول ان احنا نحافظ على الدوري السنين اللي جايه كلها ان شاء الله عايزين 20 سنه دوري باذن الله ان شاء الله.